أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنخصصها لاستعراض الوضع الأمني والسياسي في تعز. طوال الأعوام الماضية ظلت تعز بعيدة عن السقوط وبعيدة عن التحرير أيضا، وضع يرى الكثيرون أنه نتاج التخوفات لدى بعض الأطراف الإقليمية من مستقبل المدينة بعد التحرير. هذا الوضع أدخل المدينة في كثير من التجاذبات الأمنية والسياسية، وصلت في كثير من الأحيان حد الاشتباك المسلح بين أطراف في مكونات الجيش والمقاومة الشعبية. فهل تستمر المحافظة في وضعها الحالي؟ أم أن الوقت أصبح مواتياً لتعديل المسار وتبديد المخاوف التي أغرقت المدينة في مربع الانفلات الأمني والاغتيالات التي أصبحت عبئاً آخر يضاف إلى عبء ميليشيا الانقلابية؟ التقاربات التي تمت أخيراً بين قوى سياسية يمنية وأطراف إقليمية ربما تكون بداية لمرحلة جديدة، وهذا ما يأمله الكثيرون ممن طال بهم الألم في انتظار الفرج. استدعاء قادة الجيش وفصائل المقاومة الشعبية ربما يأتي في إطار إعادة ترتيب الوضع في المحافظة المنهكة، فهل تشهد الفترة المقبلة وضعا آخر لتعز؟ ذلك ما سنحاول نقاشه في حلقة اليوم على محورين: ما هي أسباب تأخر الحسم في تعز طوال الفترة الماضية؟ وهل أصبح الظرف مواتيا لإعادة ترتيب البيت الداخلي للجيش الوطني والمقاومة الشعبية والاتجاه نحو استكمال تحرير المحافظة؟ نتابع وإياكم مشاهدينا هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش. لا تزال تعز على حالها بين مفترق طرق وتجاذبات سياسية وصراعات أمنية، ذلك كله جعل وضع المدينة شائكا في معركة التحرير من ميليشيا الانقلاب. يقول محللون أن تعز التي ظلت صامدة طوال الأعوام الماضية وتحطم على أسوارها مشروع الانقلاب في السيطرة على كل اليمن ما كانت لتكون على هذا الحال لولا رغبة الأطراف الداعمة للشرعية التي أرادت لتعز أن تكون قريبة من السقوط وبعيدة عن التحرير الكامل. وعلى هذا المنوال مضت الأيام بتعز. تخوف تحالف دعم الشرعية من سيطرة أطراف وقوى معينة على المدينة بعد التحرير أدخلها في وحل الانفلات الأمني والاقتتال الداخلي بين فصائل من الجيش والمقاومة الشعبية، حتى أصبحت المعركة مع الميليشيا هامشا في متن تلك الصراعات. وفي خضم هذا المشهد العبثي يأمل كثيرون أن التقاربات الحاصلة مؤخرا بين قوى يمنية وأطراف في التحالف العربي بداية لخروج المدينة من خندق التجاذبات اللاوطنية، وأن يتم الاستفادة من الدروس السابقة، فكل أحداث المراحل الماضية كانت في مصلحة الميليشيا أولا وأخيرا. يرى هؤلاء الآملون بأن العام الجديد ربما يكون بداية لمرحلة مختلفة يجتمع فيها كل الأطراف على هدف الخلاص من الميليشيا، ويرون أن استدعاء قادة الجيش الوطني والفصائل المسلحة يأتي في هذا الاتجاه. وبين الأمل الحالم والواقع المر ترزح المدينة حتى موعد آخر يتغير فيه طقس السياسة وأحوال الناس. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من تعز المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي وكذلك المحلل السياسي الدكتور فيصل الحذيفي. وأبدأ معك أستاذ عبد الهادي، دعنا نبدأ ب يعني تمهيد وتوضيح من وجهة نظرك لأسباب تأخر الحسم في تعز. أستاذ عبد الهادي، أنا يعني هناك إشكالية في الصوت، سنحاول حل هذه الإشكالية إلى حين حلها. سأنتقل إلى دكتور فيصل الحذيفي. دكتور، برأيك ما هو سبب إعاقة تحرير تعز إلى الآن؟ دكتور فيصل، ربما هناك أكثر من سبب. نعم أنا أسمع السؤال. أقول ربما هناك أكثر من سبب في هذا الموضوع. هناك سبب ذاتي وهناك
تعقد المشهد مع أسباب خارجية. السبب الذاتي يعود إلى أن تشكل المقاومة والجيش في تعز لم يكن منتظما من البداية بشكل مهني، وبالتالي كانت هناك عشوائية بأن انخرط في هذا الإطار كثير من العناصر التي ليس لها هوية واضحة، فكانت عبئا على الجيش وعبئا على تعز حيث انعكس أدائها صلبا، وهذا أضعف الجبهة الداخلية. إلى جانب السبب الثاني هو السلطة الشرعية لم تتعامل بشكل واضح أو بشكل برامجي مع المؤسسات في المناطق المحررة، ظلت تجعلها معلقة دون عون دون مساعدة، ورمت بالمهمة على عاتق دول التحالف، وكان دول التحالف هي الحاكمة لليمن وليس السلطة الشرعية. كذلك السبب الثالث، دول التحالف ليس لها برنامج واضح في التدخل العسكري، أهدافها متضاربة ما بين المعلن والمضمر، إلى جانب أن دول التحالف أيضا لم يسبق لها أن خاضت حربا بهذه السعة حتى يكون لها تجربة كافية للحسم السريع أو لاتخاذ برامج عسكرية قادرة على الإنجاز، وبالتالي هي تتخبط في إطار من التجربة. تقريبا هذه أسباب معقدة يعني ما بين الذاتي والسلطة الشرعية ودول التحالف. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. يعود إلينا الأستاذ عبد الهادي العزعزي. كنت تتحدث أستاذ عبد الهادي عن وجهة نظرك فيما يعيق الحسم إلى الآن ويؤخر ذلك، هل أكملت لنا ذا وجهة نظرك؟ أعتقد أن هنالك أيضا متقاطعات دولية كانت سببا رئيسيا في تأخر مسألة الحسم العسكري في تعز، وهي مرتبطة بالموقع الاستراتيجي لمحافظة تعز تحديدا. أثناء ما كان الانقلاب يتشكل من رأسين، كان هناك تصلبا في الموقف الروسي، وهناك ممانعة من بعض الدول الغربية، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. هذه المسألة أيضا أثرت على وضع محافظة تعز، وأعتقد أنه بعد أن انفاذ الانقلابيين من جماعة الحوثي بالهيمنة بقيادة الانقلاب منفردين اتضحت الصورة، وبدأ الموقف الروسي يتغير بشكل جذري حيث نقلت السفارة الروسية مقرها من صنعاء تماما، وهذا يؤهل أن هذه الفترة هي أكثر فترات يمكن أن يتم فيها الحسم العسكري في تعز، وأعتقد أن الاستعدادات مستمرة في هذا الاتجاه سواء في تعز أو غيرها من المحافظات بما فيها صنعاء نفسها. طيب دعني أعود إلى الدكتور فيصل الحديفي. دكتور فيصل، أنت تحدثت الآن عن ثلاثة أسباب، تشكل المقاومة والجيش إلى الآن لم يكن بشكل مهني، كذلك السلطة الشرعية والتحالف. هل لتعز يعني هذا ربما يمكن الحديث عنه في يعني يسقطه كثيرون على المعركة في اليمن بشكل عام، لكن هل لتعز نوع من الخصوصية التي تميزها عن بقية الملفات أو بقية الجبهات في اليمن؟ ربما موقعها الجغرافي والجيوستراتيجي قد يجعل تعز في وضع حساس، فالانفراجة في تعز ربما تؤثر إيجابا شمالا وجنوبا، والوضع المتأزم في تعز أيضا يمتد أو ينعكس أثره أيضا على شمالا وجنوبا، وكأن تعز وضعت في هذا المأزق لتأخير الحل المشكلة اليمنية. المشكلة اليمنية هي مشكلة دولة وسلطات تم مصادرتها من قوى انقلابية، وظلت ساحة مفتوحة للحرب وساحة للتجريب وساحة للعمل الاستخباراتي وساحة أيضا لتصفية أجنحة داخلية خاصة. بالتأكيد تعز في موقع جغرافي هام، فإذا ما انطلقت تعز وتحررت واستطاع أن يكون لها منفذ على البحر في المخا ومطار يستطيع أن يستقبل الناس، هي ربما تؤثر على الوضع اليمني بشكل عام. أتصور تعز لو تم تخلص الحصار منها وأصبحت قادرة على إدارة ذاتها، أعتقد جغرافيا سكانيا ديموغرافيا أن يعود النازح من صنعاء وإب وعدن ومارب إلى تعز، وبالتالي حركة البناء
والحياة ستعود بشكل أكثر عن غيرها. فقد فشلت عدن في أن تقوم بهذا الدور، بينما نجحت مأرب بشيء من هذا الدور، ونجحت صنعاء وتحت الانقلابيين في تقبل كثير من النازحين، بينما فشلت المناطق المحررة بهذا الدور. تناقضات عجيبة، وبالتالي كأن هناك تعمد بأن تبقى تعز موضع فشل حتى لا تتم حسم القضية اليمنية. طيب الآن يعني وسط التقاربات الأخيرة التي حدثت بين بعض القوى بداخل اليمن، وكذلك أطراف في بعض القوى الداعمة للشرعية وأطراف التحالف، هل يمكن أن تنعكس إيجابا الآن على الوضع في تعز؟ هل تمهدت الأسباب الموضوعية؟ لا نستطيع أن نؤمن على أحداث شكلية أو سطحية بنتائج على الأرض. يعني إلى الآن لا توجد هناك بوادر واضحة بتغير الموقف حول توجهات التحرير في تعز. يعني لا نستطيع أن نبني على الآمال والمواقف السطحية شيئا دون أثر ملموس. ما يطفو على السطح في تعز خلال أكثر من عام هو حالة الجمود والتخشب السياسي والجمود الجبهات العسكرية، وهذا التقارب الذي تشير إليه حضرتك أو ربما لا نستطيع أن نبني عليه. هناك تغيير، هناك أسباب واضحة بأنه وجود فراغ سياسي، أي لم يكن هناك إدارة سلطة محلية على الأرض تدير يعني الموقف عسكريا وسياسيا وأمنيا حتى تساعد في فرض التغيير، لأنه نحن للأسف محليا على مستوى المجتمع المحلي وعلى مستوى القوى السياسية وعلى مستوى لا يوجد ضغوطات كافية على السلطة الشرعية والتحالف حتى تغير اتجاه القرار، وبالتالي هناك رخاوة، هناك فراغ. هذا الفراغ ربما مع وصول المحافظ الجديد قد ينشأ عنه بعض الآمل، والتقارب الحاصلة مع بعض الأطراف في الخارجية واليمنية كالإصلاح والدولة الإمارة السعودية ربما يبنى عليه بعض الآمل، لكن كمؤشرات حقيقية لا نستطيع البناء عليها حتى الآن. دعني أنقل هذه النقطة إلى الأستاذ عبد الهادي. أستاذ عبد الهادي، هل تتفق مع ما تفضل به دكتور فيصل من ناحية أن ليست هناك مؤشرات إلى الآن حول ما إذا كانت التحركات السياسية الأخيرة إن صح التعبير ستنعكس إيجابا على الملف في تعز؟ أعتقد أن هناك مؤشرات، من ضمنها انتقال القيادة العسكرية في محور تعز وعليتها العسكرية إلى المملكة العربية السعودية، وأيضا تغيير المحافظ والإتيان بمحافظ جديد، وأيضا التغير في دور الحكومة والتغييرات التي طرأت على الحكومة بالتعديلات الوزارية، المحافظات الواقعة إلى الجنوب والجنوب الشرقي من تعز، ثم تغيير محافظيها إلى قادة عسكريين، وهناك تقدم في محور الساحل. كل هذه مؤشرات تنبئ عن إمكانية الحسم داخل تعز، وهذا الشهر القادم أو الفترة الزمنية هي ما سوف تثبت ما نذهب إليه إن كنا متفائلين أكثر من اللازم، أو أن هنالك فعلا عملا يجري على الأرض، خصوصا مع التقدم الحادث في البيضاء وفي محافظة صنعاء والجوف، وأيضا في الجبهتي الساحل شمالا وجنوبا. طيب الآن وجود هذه القيادات أو توجهها إلى الرياض كما قالت الأخبار، وكذلك تعيين المحافظ الجديد، هل سيسد هذا الفراغ؟ ما هي الشروط التي يجب أن تكون واضحة بالنسبة للمحافظ كمسؤول أول في السلطة المحلية في تعز ليتم تحقيقها له حتى تخرج المحافظة إلى بر الأمان؟ أعتقد أن ما طرح وأذيع أن ما طرح خلال اليومين الماضيين من تسريبات أن المحافظ اشترط بدرجة أساسية بعدين، بعدا مرتبطا بالتأمين والحياة المعيشية للناس وهي الرواتب وما في حكمها والجانب الأمني، والأهم في نظر المحافظ إن كان هو من اشترط هذه المسائل أن يكون على ارتباط مباشرا بقيادة التحالف والقيادات العسكرية في تعز.
أي أن المحافظ يسعى إلى حسم المسألة الأولى التي تمثل عقبة كبيرة أمام تعز وهي استكمال التحرير. لم يتبقى من المحافظة إلا الشيء اليسير، مع ذلك هذه العملية تحتاج عملية دفع، خصوصا أن هنالك 5 ألوية عسكرية وهناك حالة من التقدم الكبير في دمجها بدمج المقاومة بالجيش ومسألة التمركز، وأنها ربما تكون من حيث القطع البشري جاهزة تماما وما يعطى الإمكانيات العسكرية والمادية لاستكمال عملية التحرير. طيب في حال كان يعني الارتباط المباشر هذه النقطة مع التحالف والقيادات العسكرية، هل ذلك سيكون يعني في إطار التنسيق أم قد يعني يفهم في سياق الخروج أو تجاوز الحكومة والشرعية عموما؟ هي ليست تجاوز الحكومة والشرعية عموما، لكن المسألة تقتضي أن يكون هنالك إشراف مباشر للإدارة المدنية من أجل دعم حركة الجيش بمجهود شعبي، دعمه بشكل كبير، بعث رسالة طمأنينة للمناطق التي لا زالت تسيطر فيها الانقلاب أن الحكومة جادة وأن هناك استقرار وهناك استمرارا في دفع الرواتب، هناك خروجا من المعضلة الأساسية أي إزالة آثار الحصار عمليا على تعز. طيب دعني أنتقل في هذه النقطة إلى الدكتور فيصل الحديفي. دكتور فيصل، إذن المدينة الآن تعيش تجاذبات كما يبدو، هناك انفلات أمني ربما يكون حاصلا أيضا، يعني كثير من الحوادث والقصص التي تحدث بداخل المحافظة والمدينة تحديدا، هذا الأمر الآن من خلال الظروف الحالية خلال الفترة الأخيرة هل ترى أنه سيتجاوز؟ هل هناك نية؟ وكذلك محليا على المستوى المحلي كيف يمكن العمل لوضع نموذج بداخل تعز، يعني نموذج من داخل تعز يتجاوز مسألة التعقيدات السياسية وربما الإقليمية حتى؟ دعني في البداية أعرج على ما ذكر سابقا بأنه التعلق بهذه التغييرات باعتبارها بوابة إلى انفراجها. نعلم بأنه التغييرات حصلت سابقا، تم في عدن تعيين 3 محافظين، ماذا حصل في تم تغيير تعديلة حكومية ووزارية أكثر من مرة، ماذا حصل؟ يعني لا ينبغي أن نبني النتائج على أوهام. هناك تغييرات تؤشر على نوع من الأمل لكن لا نستطيع أن نبني عليها نتائج حقيقية. الأحداث الأمنية ليست لا تخص تعز فقط، ما يحصل في تعز من اختلالات حاصل في 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 المحافظة الجنوبية المحررة. تقريبا المدينة الأكثر استثناء هي مارب، وهذا الاستثناء الذي حظيت به مارب هي ما تملكه من ثروة ذاتية قادرة على إدارة ذاتها والإنفاق على احتياجاتها. هذا لا تحصل عليه كثير من المحافظات المحررة. يعني الآن نبني آمال وطموحات على تغييرات شكلية حصلت أكثر من مرة. القرار طبعا الذي السؤال الذي ذكرته أنت، كيف يمكن أن نبني شيئا ذاتيا؟ هذا مرتبط بإرادة، إرادة مجتمعية حقيقية وإرادة سياسية محلية. فإذا كانت القوى السياسية المدنية والسلطة المحلية وقادة المحاور والألوية عندهم خطة واضحة نحو تأمين تعز قادر على تحريرها بشكل ذاتي مع التنسيق مع دول التحالف التي ينبغي أن لا تعيق مثل هذا المطلب، لكن الإرادة الذاتية محليا في تعز منعدمة، والقرار السياسي في السلطة الشرعية أيضا مصادر في لدى دول التحالف. فالقرار الحقيقي مخرجه من مخبئه. هل دول التحالف عندها رغبة لإنهاء الملف اليمني بشكل عام؟ فتعز يبرز بهذا الملف. لا تستطيع أن تحرر ضيحان وحدها وتقول انتصرت، ولا تستطيع أن تحرر عمران أو الخوخة. يعني جبهات منذ سنة تتحرك ثم تنام، تتحرك ثم تنام، وبالتالي لا ينبغي أن نقع في فخ ببناء آمال طويلة وعريضة مع تكرار الأخطاء التي لا ينبغي أن نصرف النظر عنها. نحن نؤمن، الأمل شيء
ولكن أن أؤكد على أن هناك نتائج إيجابية من هذه التحركات والتغيرات الشكلية لا أظن. أنا أتمنى من القوى المحلية داخل تعز سياسيا وعسكريا وسلطة محلية أن يكون عندها إرادة ذاتية لتصنع لتعز أو لتنقب تعز من هذا المأزق. نتحدث عن تعز بأنه خلاص ما باقي لها إلا قليل، هذه أيضا من الـ من الـ من الـ من التفطيط المبالغ فيه. تعز لا تمتلك غير منفذ واحد باتجاه التربة، وثلاثة منافذ أخرى مغلقة بيد الانقلابيين، ويخلقون تعز من الشرق من الشمال من الغرب. لماذا نستبسط يعني؟ تعز تعيش حصارا قاتلا، وما زال الممر الوحيد عبر الضباب مودد، سواء في الصل أو في القبيطة أو في الأحج أو في الضباب في حذران أو في كدحة. يعني لا زالت تعز إلى الآن تعيش معاناة مضاعفة إضافة إلى المعاناة التي تعيشها بعض المناطق المحررة. أرجو أن يكون هناك جدية من دول التحالف، من السلطة الشرعية، من القوى العسكرية والسياسية المحلية للانتقال نحو حل حاسم لتعز وللإمام بشكل عام. طيب ما هي الأولويات دكتور في بالنسبة لتعز؟ ما هو الملف الأكثر أهمية الآن ومن ثم الذي يلي إلى آخره؟ هو إسقاط الحصار. تعز إذا أسقط عن الحصار وأصبح الدخول والخروج إليها سهلا، هي عجلة الحياة وتطبيع الحياة والحياة الاقتصادية ستزدهر تلقائيا حتى بدون عناء. اليوم أنت عندما تريد أن تذهب إلى صنعاء أو تذهب إلى الحديدة أو تذهب إلى أي منطقة، أنت محتاج أن تمر إلى الحوضان. مسافة الحوضان فقط إلى تعز أنت تضيع يوم كامل، إلى جانب التعب والإرهاق والمال. يعني هذا نعيشه أكثر من عام، وكنا نعيش معبر الدحيق قبل ذلك أيضا عام كامل. وبالتالي تعز للأسف الأولوية القصوى لكي تبدأ تعيش أو تتنسخ عبير الحرية وإسقاط هذا الحصار. وبالتالي ينبغي أن تتحرك جبهة الحديدة بشكل جاد لإسقاط كل الساحل، وأن تتحرك جبهة إب لكي تتحرر تعز. يعني لا نستطيع أن نتحدث عن تحرير تعز دون أن تكون القوات قد تقدمت إلى بلد الأحمر أو إلى العدين، أو تصبح الشريان الحيوي بيد السلطة الشرعية والجيش الوطني وليس بيد الانقلابيين. الآن هو ما هو حاصل والعكس. أشكرك إذن دكتور فيصل الحديثي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. بالعودة إليك أستاذ عبد الهادي ولو بسؤال أخير، إذن أنت ربما لديك نظرة أكثر تفاؤلية كما قيمت من خلال حديثكما أنتم خلال هذه الحلقة، أنت والدكتور فيصل. يعني الآن باعتبار العوامل التي تم الحديث عنها خلال هذه الحلقة، ما هي الأمور التي سنشاهدها خلال الجزء الأول من العام القادم التي يمكن أن تبين لنا ما إذا كان هناك اتجاه نحو حسم تعز أم أن الصراع سيمتد ربما لعام آخر؟ لا أعتقد أن المسألة سوف تطول على الربع الأول من هذا العام إطلاقا، حيث أن قسم كبير مثلا في القسم الغربي تم تحرير شريط الساحل بأكمله، وهناك منطقة فاصلة ما تسمى بأقدام الجبال ما بين منطقة أو مديريات الحبرية والقسم الساحلي، وهي تبدأ من الوازعية والقسم الداخلي من النخاء وإليها شمالا. هذه المسافة ربما لا تزيد على 15 كيلو من حيث العرض في أغلب المناطق، وبالتالي الحديث هنا عن كيف يمكن أن تصل هذه المسألة بين تعز وبين القوات التي تقدمت إلى منطقة الخوضة. فهذا جانب. والجانب الآخر مسألة التأمين، أعتقد أن التغييرات التي أحدثت في وزارة الداخلية قد دفعت القيادة التي تقوم بإدارة المناطق المحررة بالتحرك إلى الجنوب لتأمين هذه المناطق، لكن يظل هذا التأمين دون أن يتم تحرير الحوضان ووصل تعز بالميناء يظل عظيم القيمة. وبالتالي أعتقد أن طلب قيادة العسكرية من تعز إلى الرياض هذا سوف يضع هذه المسألة على أطول مسألة التحرير، تزامنا مع ما تطرحه الحكومة وما يطرحه التحالف العربي عن بدء حسم معركة الانقلاب
وإنهاء سيطرة الإنقلابيين. أعتقد أن تعز سوف تشكل أكثر من 50% من خصم هذه المعركة إذا رشنت. وما طرحه الدكتور فيصل حول مسألة إب والمنطقة الشمالية من تعز وآلية الدوران من المحافظة، هذه مطالب أساسية. أعتقد أن القوى السياسية أصبحت لديها، لدى الغالبية منها وليس لدى الجميع، القناعة بأنه حان الوقت لتحرير تعز، لكن القيادات العسكرية تطرح أنها ليست لديها إمكانيات بالتسليح وإمكانيات فيما يخص الأمنية والتموضع والحركة، لا. وحتى فيما يخص ما نسميه بالجانب الطبي للجرحى. الحرب يعني حرق كم هائل جدا من الإمكانيات داخل مدينة محاصرة ولا تستطيع أن تصل برئتيها الاقتصاديتين الساحل الغربي ومنطقة الحوض. إذا نظل نتحدث عن كتلة سكانية هائلة جدا لكنها فقيرة معدمة، أنهكها الحصار وأنهكتها ثلاثة عقود من الاستنزاف والفقر. إذا على التحالف العربي الذي انتظره الدليل على الحكومة الشرعية أن تكون جادة فعليا، وهناك الاستعداد النفسي والشعبي أيضا لمسألة التحرير. تبقى مسألة أن يتم دعم هذه المحافظة، وأعتقد أن التغييرات الأخيرة أتت بعد توافق بين الشرعية وكل من رأسي الحرب في التحالف العربي، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهذا هو نقطة التفاؤل الوحيدة، أي أن الأطراف بدأت تخف تحفظاتها التي كانت تطرح سابقا، وبالتالي على كل الفصائل والقوى السياسية والعسكرية التي في تعز التي تجنحت مع بعض الأطراف أن تبدأ تعي أنها سوف تفقد هذا الزخم وكل هذا الحضارة كما يقال إذا لم تستطع أن تنجز شيئا عن الأرض، وأنها سوف تتحول إذا ظلت تمارس عملها بهذا الشكل بدلا من جيش وطني في اليمن إلى مجرد قوى مسلحة لا أقل ولا أكثر إذا لم تقوم بتدريب القيادة العسكرية. وأتمنى من الإخوة في المنطقة الرابعة تحديدا دعم المحور تعز والتعامل معه كمحورا تابعا لها، لأن ما نراه الآن يتم التعامل مع المحور العسكري في تعز وكأنها منطقة منفصلة تماما، أو لا تهم المنطقة العسكرية الرابعة، أي لا نرى حركة حقيقية من المنطقة وهيئة الأركان. أشكرك أستاذ عبد الهادي العزازي المحلل السياسي، كنت معنا على الهاتف من تعز، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا والزميل ماهر أبو المجد وبقية الأفراد في الطاقم الفني، إلى اللقاء.